صارت ال 68 انت وين كنت؟ تصدينا للقطاعات التي حاولت ان تسيطر على وزارة الدفاع وبعض المواقع العسكرية. انتوا سميتوا نفسكم مقاومة؟ احنا اتهمنا بمواجهة النظام. 17 تموز ما شاركوا بها مدنيين، فقط العسكر. المعلومة غير دقيقة. ثورة لو انقلاب؟ كان نظام بشكل أو بآخر لا يصلح أن يؤسس لمشروع تقدم العراق. أنتوا بس تريدون تطلعون تظاهرات واعتصامات. الشارع يتداول، كل خمسة يقدرون يسوون انقلاب على عبد الرحمن عارف.